انتقدوا شغلة إلى علاقة بموضوع انخساف الجبال اللي أنت كمان ذكرتها والأراضي انشقاق الجبال، واعتبروا أنه هيدي كمان إلى علاقة بالتلزيم موضوع الطرقات، في مشكلة حتى بإنشاء الطرقات بطريقة غلط هي عم بتأدي لهيدي مشاكل بالجبال وحتى بالأراضي. ممكن كله ممكن. ليك أنا بس يجي تقرير رسمي من شركات مشهود لها وتقول هيدا الكلام أكيد ممكن. بالتالي العوامل الطبيعية هي عوامل أساسية بكمية المتساقطات باللي عم بصير بكل دول العالم، ولكن كمان البني آدم كمان هو له دور بالبعض من تلك الانجرافات انه صار بهالطريقة هيدا. هذا الموضوع بالتالي اللي صار بظهر البيدر احنا اشرنا له واشرنا في مكان معين في بعض الامور اللي هي شكلت علامة استفهام لدى وزارة الاشغال العامة والنقل بعملية انجراف التربة اللي صار. وهذا الموضوع موضوع متابعة من قبل اللي صار بكفرتاي بالمتن. طيب هيدا الناس شافت اللي على الطريق بس ما شافت امتداد الشق اللي صار بالجبل نزول، وبالتالي هودي موضوعين مختلفين عن بعض. أي تقرير طبعا نحن أي أمر معين هنكلف شركات تعملنا دراسات لما يصير في مصاري. لا لا ما عندنا مشكلة حتى بعز الأزمة أنا من الممكن أن ألجأ إنه شي في ملف معين إنه أنا نتواصل مع المتعهدين لنشوف شو الحل، لكن موضوع هو وصل بالإعلام إنه بناء على الكلام اللي قال إنه بدهم يفتحوا ملفات لمتعهدين وإلى آخره. نحن بالنسبة لنا مش مغطيين حالنا حدا ولا مغطيين حالنا. أي ملف يطلب من وزارة الأشغال العامة، أي ملف طبعا ضمن الأطر القانونية من قبل القضاء اللبناني 24 ساعة بيكون الملف عند القضاء، ما في مشكلة أبدا. لكن الهم الأساس لأن اليوم شو هو الهم الأساس؟ إنه نحن نقدر نضل نشتغل على قدم وساق بس لنخفف مشاكل على الناس ونحاول نأمن السلام المروري. ورح تتخفف مع العاصفة الممكن تجي، اللي شفته بالعاصفة الماضي شو عملنا؟ شفنا كارثة وأكيد شفنا رجعنا الجهود مباشرة. صح، انت الطرقات الثلجية الجبلية بطبيعة الحال بس تكون قوية العاصفة بدك تاخذ احتياطات، ولكن شفت لك شي طريق سكر مدة أكثر من ساعتين أكثر من ساعة؟ لا. طيب الإجراءات اللي عم تتخذ إجراءات بمكان الطبيعي اللي عم نطالب فيه اليوم شو هو؟ زيادة الاعتمادات لبند الصيانة، لا بند لا الوزير ولا للوزارة ولا لمكاتب ولا شو من كان، بند في بند من ألف بند بوزارة الأشغال العامة والنقل، بدنا بند صيانة الطرقات وبند صيانة المطار لا أكثر ولا أقل، لأنه نحن بنعرف حالة الدولة. شكرا كثير لك معلك، فلوسك واضحة واضحة واضحة.